السلام عليكم. اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو غادي نديروا واحد التجربه بسيطه واللي كلشي كيعرفها. غادي نشدوا جوج ديال لي زيمو مغناطيس وغادي نقربوهم مع بعضياتهم. غادي نلقاو ثلاثه ديال الاحتمالات، هي 3 كا بوسيبل. بروميير كا هو لو بول نور، غادي نقربوه لو بول سود. حنا كنعرفوا ان لي مو عنده جوج ديال لي بول، بول نور بول سود. بروميير كا هو لو بول نور، غادي نقربوه لو بول سود. دوزيام كا لي هو لو بول سود، غادي نقربوه لو بول سود. تروازيام كا لو بول نور مع لو بول نور. في لا بروميير فوا غادي نلقاو واحد الحاجه اللي هي مهمه، لي مون غادي يقرب لي مون الثاني، بمعنى غادي نشوفوا واحد تجاذب، يعني هاد لي مون غادي يقرب لهاد لي مون. هاد الحاله كنسميوها اتراكسيون. دوزيام كا شنو غادي نلاحظوا؟ نلاحظوا واحد تنافر، يعني هاد لي مون يبعد على هاد لي مون، ملي نجيو نقربوه لبعضياتهم غادي يتبعد. ونفس الحاجه بالنسبه للتروازيام كا، غادي نلقاو نفس الحاجه اللي هو هاد لي مون غادي يبعد على هاد لي مون. هاد جوج ديال الحالات كنسميو تنافر ولا ريبولسيون. دابا السؤال المطروح هو علاش هنا كاينه اتراكسيون علاش هنا كاينه ريبولسيون؟ الجواب ديالو هو في لو شون مانيتيك. هاد لي مون كيعطينا واحد لو شون، واحد المجال مغناطيسي، بسبب اما هاد لي مون كيقرب لهذا اما هذا كيبعد لهذا. كيفاش لو سونس ديالو؟ لو سونس ديالو كيكون ديريجي دو نور فيغ لو سود، يعني سور دو نور فيغ لو سود. بحال هكا الى جينا نرسمو القوه كيخرج من لو نور كيمشي يدخل لو سود. نفس الحاجه بالنسبه لهاد البلاصه، سور دو نور فيغ لو سود. ولا الى بغينا نرسمو خط هنا في الوسط كون باراليل، وهنايا كيخرج من لو نور وهنا كيدخل في لو سود. نفس الحاجه بالنسبه لهاد لي مون وهاد لي مون هاد لي مون وهاد لي مون وهاد لي مون. هادشي علاش هنا ملي كنقربو لو بول نور مع لو بول نور ولا لو بول سود مع السود كيوقع لنا تنافر. علاش؟ حيت هنايا كيكون عندنا لو شون مانيتيك كيخرج من هنا كيدخل من هنا، وهنا العكس ديالو، يعني هنايا يكون كيدخل من لو سود وكيخرج من لو نور. نفس الحاجه بالنسبه لهنا، يعني يكون لو سونس اوبوزي. ملي كيكون لو سونس اوبوزي كيوقع لنا ريبولسيون. في الفيديو الجاي ان شاء الله غادي نبداو بروميير شابيتر اللي هي كيفاش نحسبوا لو شون مانيتيك بي، وتا لا فورس اللي كتسمى لا فورس لورينز كيفاش كنحسبوها، كيفاش لا ديفينيسيون ديالها. السلام عليكم.